إنهم سلاحف النينجا، إنهم سلاحف النينجا. طبعا أنا هي سلحفات النينجا الزرقاء، وهي هادي هي عائلتي، هي سلحفات النينجا الحمراء الصغيرة. هي توقف عن القفز واللعب. أنا بحب اللعب كتير، أكتر إيش بحبه هو اللعب. هي بس والله اليوم ملينا، ليش ما رحنا في مهمة وضربنا فيها الأشرار وكسرنا رؤوسهم؟ اسمع علي، لأنه أنا صنعت هذه التعويذة، شايف لونها أخضر على لوننا، هاي راح تزيد القوة تاعتنا، جرب ارميها علي. يلا خلينا اجربها. بيو اخ والله أي. انا اسف ما فكرت رح تسوي مثل هيك. يا حبيبي والله هي بتسمم يعني. استنى اثبت في مكانك، بدي احاول ارميها عليك. بوم اي ليش هيك سويت يا مجنون؟ والله انا غاضب منك، خلص بدي اطلع للاعلى، زعلتني كتير. بوم والله عندنا جيش كبير بهذا المكان بحمينا وبساعدنا. نعم هي هذا هو كوكبنا، كل شي هوني باللون الاخضر. خلص اسمع، انت قلت لي بدك تلعب وبدك تستمتع، ولكن اللعب ممنوع اليوم، انا لازم ادرسك كل المواد. يلا تعال اتبعني على هذا المكان. طيب يلا خلينا الان، بدنا نتدرب، بدنا ندرس، انا بحب الدراسة كتير. هاي بدي ادرس انا بهذا لانه على لوني. يلا ايش بدك تسألني الان؟ يلا بدي اسألك هذا السؤال تاع مادة الرياضيات، الجذر التربيعي ل 22 ضرب 22 قوة اكس ناقص 2 كم بيساوي ايه؟ ولك هربت، تعال لهذا المكان. ما بدي ادرس، ما بدي، انا ما بحب الدراسة، انا بحب اني ازور الكواكب التانية. بوم تعال، بتعرف انت تبني صاروخ؟ خليني ابدا افرجيك كيف بنبنى الصاروخ. زي هيك بيو، هذا الصاروخ تقدر تسافر فيه على الفضاء. طب اسمع علي، بدنا نسافر على الفضاء ولكن مو الان، هلا انا بدي اعطيك جناح الطيران هذا، وهي انا بدي البس جناح الطيران الاخر. تعال واتبعني، بدي اياك تجي معي على احدى هذه الكواكب، لانه بدنا ندور على اصدقاء جدد يعني. طيب ماشي، خلينا الان نشوف هذا اي علم. علم واحد هولندا، واحد كوريا، واحد علم الارجنتين. الارجنتين نعم. هي اسمع علي، خلص تعال، والله هذه الكواكب خطيرة كتير، انت خليك بداخل الكوكب الاخضر وانا بدي اروح ادور على اصدقاء جدد. ماشي اوف لا تروح، انا اصلا اقوى منك. تعال بدي اورجيك، تعالوا حاربني وقاتلني، خلينا تعال اقاتلك. هاي التعويذات يلا تعال لون، ولا لك استر راسك هيك تضربني، خد لك هاي. تعال ايه؟ انا اقوى منك، انا ضعيف. خد لك هاي التعويذات يلا، بدي اكسرك. ايوه يلا خلص بس تسلم، استسلم خلص قلب واحد، انا بترجاك خلص ما في خلص. ما في يلا موت، خذ لك هاي. هيو اندب ومات، اصلا انا ارتحت منه. صح انه هذا صغير وانا بحبه، ولكن هو مشاكس كتير. هلا انا بدي اروح على اي كوكب. هي هون في واحد لونه اصفر، واحد لونه احمر، وكمان واحد برتقالي. خلص بدي اضلني جاي على هذا الكوكب الاحمر لانه كبير. ايه شو مالهم هدول الحراس هيك عم بتطلعوا علي؟ خليني بدي افتح البوابة. هاي مرحبا، السلام عليكم، مين موجود بهذا المكان؟ انا هو سلحفات النينجا الزرقاء. يا سلام، شو هاد المخلوقات اللي قدامي؟ ايه شو هذا؟ فكرنا احنا طيبين ولا شو؟ ليش ما انت خفت يعني وارتعبت اول ما شفتنا؟ مش شايف انه احنا اشرار ومرعبين؟ اه والله شكلكم مرعب شوية، بس انا ما بخاف لانه انا سلحفات نينجا، وانا عبارة عن بطل خارق يعني. هي اذا انتوا اشرار والله بقضي عليكم بكل سهولة. نعم طبعا اشرار، ولكن انت ما راح تقدر، موجود منا واحد 2 3 4 5 اشخاص من عائلة السونيك الاشرار، وانت شخص واحد فقط وضعيف، بدك تقدر لنا مستحيل. طلع معي هذا الدرع، انا بحمي نفسي، حاول الان انك تضربني وشوف انه ما راح تأثر من مرة حتى ولو. خلينا اشوف، ها والله ما بصير فيك اي اشي. طب اسمع، احنا عنا سرعة خارقة انت ما بتقدر حتى تشوفها بعيونك، خلينا احط لك يا زي هيك 1 2 3 بيو، طلع السرعة الخارقة كيف، سرعة مثل البرق يعني ما بتقدر تشوفها بعيونك. ايه والله بتحرك بسرعة. طيب اسمع علي، انا سلحفاة بطيئة كتير، بس انا بدي اسوي معك سباق يعني. هاي اطلع من هذا المكان بسرعة قبل الان ما ناكلك ونسويك وجبة العشاء يعني، احنا غاضبين كتير الان. لا خلاص اسمع علي يا شباب،
احنا خلاص بدنا يعني نقتله، ما بدنا نخليه يطلع لانه هو عرف مقرنا السري. اسمع علي، عقابك انت هلا الموت. اغلقنا الابواب وخلاص، ما راح تقدر تطلع من هون ابدا ابدا. والله البوابة صارت مغلقة، بدي ادور على مخرج تاني. خلينا انزل الاسفل. تعال. ما في اي مكان بالاسفل، هذا المكان فقط مكان للموت. خلين انا بدي احط لك تحدي، اذا انت قدرت تسويه انا يعني بدي اطلعك من هون وبدي اعطيك فرصه تانية. طيب ماشي انا موافق. شو هو هذا التحدي؟ التحدي هو يعني في مجموعه بيضات بدي اياك تضعها على الارض وتشوف ايش راح يطلع لك بحظك. ممكن يكونوا اشرار اقوياء، ممكن متوسطين، ممكن ضعيفين، وبدي اياك ايش تقتلهم. طيب ماشي انا هقيت بدي اتناول التفاحة الذهبية هادي، وبدي اثبت لك انه الخير اقوى من الشر وانا اقوى من جميع الاشرار. يلا بدي احط هذه البيضة. هي شو هذا؟ اخ يا حبيبي خليني اضربه. يلا هذا فريدي. اوه هذا واحد فقط، لسه هلا في كتير كتير بيضات، هذا هو تشاكي. طيب خليني احاول اقطع عليه. هي ولك ساعدني، هذا سريع كتير. ايوه سريع وصغير ما بتقدر تشوفه يعني لانه حجمه صغير كتير. يلا قتله قتله. والله انت قتله بس لسه في كتير 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 تحديات غيره. طيب يلا هي قتلت التاني، ضايل كمان بيضتين، هي دول اللي خلصت منهم، بدي احطهم بداخل الصندوق. يلا هلا البيضة التالية. ايه هذا وجه الشبح، تعال خد لك هي الضربة. يلا موت. ايوه هذا سكريم. يلا زي هيك. اوف اوف يا الله غضبتني والله، بس هادي الفتى اقوى وراح تقتلك لانه هاي بتختفي. هي والله ضربت اختفت، هيها وين راحت؟ هي هيها رجعت. اوف اوه بتضربني هادي، تعالي خذي هاي الضربة. شايف كيف؟ هاي بتروح يمين ويسار، ما في اي حدا بيقدر يمسكها. يا الله والله بتجي تضرب. ايوه هي قتلت الاولى، وين الثانية؟ ايوه هيا بوم موتي، هيني قضيت عليهم كلياتهم. وهلا كمان مش كلهم مش كلهم، هلا لسه راح تشوف كمان بيضات زي هيك. يلا هجموا هجموا عليه يا شباب. لا 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 هدول عددهم كبير، بسرعة ياكل تفاحة ذهبية، بدي اهرب منهم. فوس هدول كمان معاهم فوس بدهم يقتلوك. لا 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 كمان تفاحة ذهبية على السريع، والكو يبعدوا عن طريقي، بدي ارمي عليهم هذا البوشن. بوم كمان تفاحة ذهبية على السريع. لا 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 والله الوضع بلش يزداد خطورة، ابتعدوا عني يا حبيبي. خليني اطلع السلم. يلا عقابك الان راح يكون الموت. ايه بتهرب؟ انزل الاسفل يا ولد. هذا يا شباب هرب من الموت، ابتعد، ما راح تقدر تمسكني لانه انا سريع كتير اسرع من البرق، يعني ما بتقدر تضربني. تعال وينك وينك وينك؟ هي لا تخليني اغضب اكتر واكتر، تعال يا سونيك يلا اقضى عليه وقتله. يلا خلاص عقابك الان راح يكون الموت بهذا السيف. تعال بدنا نتواجه ونشوف مين الاقوى. مستعد؟ واحد اثنين ثلاثة. يلا ايه وينه وينه وين راح؟ هيو هيو والله بطلت اشوف اشي انا. تعال هي خلاص بدي احاول اهرب. يا الله خذ لك هادي. وين راح؟ هيك اضربني اشوف. ايه والله ضربتك خفيفة هادي يا حبيبي. خذ لك هادي خذ لك هاي. اخ انا نصف قلب. ايه هيني قتلته. يا سلام. ايه قتلت صديقي سونيك؟ طب والله انا اللي قتلك. واحد اثنين ثلاثة خدك هاي الضربة. اخ يا الله. يلا يا ولد يا صغير، طبعا انت هو الان الحارس الجديد الصغير، ولازم انت تتعلم وتتدرب حتى تصير قوي وتصير انت الحارس الرئيسي. نعم انا بدي اتدرب وبدي اصير اقتل كل الناس يعني اللي بتسوي حركات خاطئة. هاي معي انا هذه الاسلحة القوية. يلا الان روح تبلش لعبة الحبار في هذا المكان، وهدول كلياتهم المتسابقين. أيوة ويلا أنا رح أبدأ الغناء بعد. واحد اثنين ثلاثة أوكو ماكو تيبي يا سميدة. يلا في حدا تحرك منهم؟ خليني أراقب كويس. إيه هاي هداك تحرك. إيه في اثنين، خليني أطلق النار على هذا شوي زي هيك. بوم بوم. إيه ضربت واحد خاطئ معاه. اوف لازم تنتبه، مش لازم تقتل الناس اللي ما بتخطأ يعني، احنا نعم اشرار ولكن عنا قانون. يلا اوكو ماكو تيبي يا سميدة. يلا مين اللي تحرك؟ هيو هذا تحرك. يلا خليني اطلق على النار. بي وايه والله اطلقت النار انا يعني بقوة ندبر الحارس.
شو هذا اللي بتسويه؟ ولك انت جالس بتخسرنا يعني بالناس وجالس بتخرب علينا، لازم تكون اقوى من هيك وبتفهم اكتر. اه والله خلاص انا اسف، يعني لساتني انا مبتدئ ويوم عن يوم راح تزداد قوتي وراح اتدرب اكتر واكتر. يلا خليني الان انا بدي اغني هذه الاغنية. اوكو ماكو سي سمي يامي يا، وينكو يا الناس اللي بتتحركوا؟ والله ما في ولا اي حدا بيتحرك. ايه هاي هدي فازت، هاي خسرت لانه انت لسه ما كنت تغني يا غبي. شايف كيف انت مش كويس؟ يعني لازم تتدرب اكتر واكتر. يلا اوكو ماكو تي بي اسمي دا، مين اللي تحرك؟ يلا بدي ايه هيو وهديك، تعال تعال بدي اكسر لك راسي، خد لك هاي. اول اول لا 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 لا، يلا هلا اخر مرة، اذا ما حدا فاز بدنا نقتلهم كلياتهم. اوكو ماكو تي بي يا سمدة، خلاص كلياتكم الان راح تخسروا. بوم يا سلام، ما في حدا فاز بلعبة الحبار هادي. خليني الان انا بدي البس جناح الطيران هذا وبدنا نروح الى كوكبنا، كوكب لعبة الحبار. هيو الكوكب تاعنا لونه برتقالي وعليه علم بلدنا، علم دولة هولندا، عليها ثلاث الوان، اللون الاحمر برمز للقوة، اللون الابيض برمز للقانون لانه احنا ما بنخالف القوانين من مرة، اما اللون الازرق ليش برمز؟ برمز للنصر وللفوز. يلا تعال هلا خلينا ننزل الاسفل وشوف هدول هم الجنود ولا ايه؟ ايه شو مين هذا اللي حطون؟ ها استنوا يا شباب، انا جيت يعني اسمي سلاحف النينجا، بدي اشارك بلعبة الحبار، ممكن انه العب معكو؟ لا مش ممكن. شو هذا غريب كتير، والله شو جابوا لهذا المكان؟ ولك احنا اشرار وانت ولد صغير، اهجم علي يلا قتله. يلا هينا اطلقت عليه النار. اه انا ما بموت يعني، سلاحف النينجا عليها درع قوي. اي اي هلا رح ارجع لقيد الحياة. ايه تعال شوف في واحد شرير معاه منشار تحت، دير بالك وقتله قتله. ايه تعال تعال خلينا ايش تطلق علي النار بيو زي هيك، تعال واجهه يلا خدك هاي. ايه لا رح يقتلني، طخه طخه. اخ اخ يا الله شو هذا، هاي نرجعت على قيد الحياة، ولك لازم انت تنتبه يعني، هيك اطلقت علي النار عن طريق الخطأ. خلاص بالخطأ يعني بتصير في أخطاء، خود كسر لنا هدول وورجيني قوة إيديك، لازم أنت تتدرب وتصير أقوى من هيك لأنه أنت ما قدرت تقتله يعني بسهولة. ها والله صح كلامك، لازم إنه أنا أقوي إيدي. تدرب عشان يطلع عضلاتك. يلا يلا حاضر حاضر يا سيدتي، خليني أكسر هاي وكمان هاي. شوف أنا كيف بكسر، طلع قوة إيدي، هذا كله لأنه أنا يعني قوية جدا، أما أنت ضعيف ضعيف ضعيف، حتى بالبيكاكس إيدك ما هي راضية تكسر. طيب طلع فرجيك كيف بدي أكسر، أطلق عليه النار بوم. إيه والله ما زبط، والله غبي كتير أنت. بوم طلع ضربة واحدة بكسر أي شي بدي إياه. خلص تعال يلا واتبعني زي هيك، تعال لهون. هلا أنا بدي أروح معاك علشان أدربك عيش جديد وهو الدخول على الكواكب والمداهمة. ايه المداهمات، نعم انا بحب المداهمة، يعني انه ادخل على حدا بشكل مفاجئ. طيب بدي اختار كوكب لحتى نداهمه، انت لونك برتقالي واصفر وهذا الكوكب لونه برتقالي وهداك لونه اصفر، يلا نروح عليه. طيب الاصفر، طيب يلا والله اصفر، ممكن يكونوا يعني من اصدقائنا او حدا من عائلتنا بيعيش بهذا المكان، خليك بس جاهز، ممكن يكون في ناس شرار، ممكن ناس طيبين ما يحبونا، عشان هيك خليك دايما مستعد. نعم هي السلاح جاهز بايدي، هي هون موجود علم دولة اتوقع هادي البيبسي، هي شعار البيبسي هذا موجود. لا هاد شعار اندوبي. يلا تعال خلينا ننزل زي هيك. مرحبا يا ايه، مين هدول الاغبياء؟ ليش هيك اشكالهم؟ هي انا هي بنت سيمسون، يعني انا موجودة بهذا الكوكب، كوكب عائلة سيمسون. نعم وانا هو الاب سيمسون، انتو مين؟ شو بتعملوا بهذا المكان؟ والله بينا هادي يعني الفتاة طيب كتير، انت دمية دمية حلوة بصير العب فيكي. ايش والله لا كسر راسك، خد لك هاي، فاكريني دمية يعني مثل الاطفال، هذول اغبياء. ايه
وين قتلتي بابا؟ الله لا يوفقك ان شاء الله. والله فكرك دمية عشان بده يعني يخلينا العب فيكي، بس طلعتي انت شريره. مين انتو؟ انت مين؟ ليش هيك ماسك سلاح؟ هذا لعبه؟ لا مو لعبه. بوم طلع، انا هو حارس لعبه الحبار. واسمع علي كويس يا ولد، الان هي انا قتلت والدك وهيني رجعت على قيد الحياه. هلا اذا ما بتتبعوا تعليماتي واوامري فانا رح اكسر راسكم تكسير. طلعوا صورهم كلياتهم لونهم اصفر، والله كانكم انتو عباره عن عائله الموز. نعم. ايش موز؟ لا احنا مش موز، احنا برتقال او ليمون. اسمع علي، انت يعني لونك وردي على لون البنات، انت بنت. ايه والله ليش لوني انا وردي؟ لا اسمع علي. اي لا ترد على كلامه، هذا جالس بخرب بعقلك يعني. اي والله هذه حولتك لبنت ما بتحبك، لانه طلع كيف انت وردي ومضحك، هي مبينه احلى منك. اسكتوا. والله غضبتوني كتير، بطلت عارف يعني مين الصادق ومين الكذاب. ايه ايوه اقتليهم كلياتهم، ما بدنا نشوفهم من مره، نشوف ايش في الاسفل. لا ترد عليهم، هذول اشرار يعني اغبياء. ايه صديقنا الزومبي؟ لا لا تقول صديقنا الزومبي، انا مش صديقك، انا مش شرير. نعم انا مبين عملاق ومرعب، ولكن انا طيب. عائلة السيمسون هذه حولتني لشخص انا لطيف، وانا صرت احبهم. ايش يا حبيبي؟ اسمع علي، احنا يعني ناس اشرار، وهلا بما انك انت ما بدك تصير شرير وما بدك تصير صديقنا، فرح اخيرك بين خيارين، يا اما احنا رح ناخدك الى السجن او رح نطلق عليك الان النار. شو؟ لا هذا ولا هذا، ولك انتو الاثنين ما بتيجوا بحجم رجلي يعني، انا بدعس عليكم بضربة واحدة. اسمع علي، انا اللي بدي اعطيك التحدي، وانا اللي بدي انقلك. ايش؟ شو تنقل ما تنقل؟ ما بتقدر تنقل ولا اي اشي. اسمع علي، احنا عائلة قوية. ولا كلمة، اسكت سكر حلقك. هلا انا رح انقل اول اشي هاي الفتاة. واحد اثنين ثلاثة. ايه ما صار ولا اي اشي. ايه هاي انتقلت يا حبيبي، اختفت. شو هذا غبي؟ هلا دورك انت. يا الله. واحد اثنين ثلاثة. هاي انتقلت. يا الله شو هذا المكان اللي جابني عليه؟ هذا الزومبي والله مرعب كتير. طلع يا سيدتي، احنا الان موجودين في داخل عالم النذر، وهي هون في تحدي الباركور لازم انه احنا نعمله. ايه والله عن جد هذا يعني نقلنا. يا ولد اسمع علي، اذا انت بتوصل للنهاية هناك 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 راح اخليك انا تتحول الى بنت حبار مثلي، وراح تصير انت زعيم زيي. يلا خليني اقفز، بدي اسوي هذا الباركور. بوم يا سلام، والله صراحة صعب كتير، وانا اقدام صغيرة يعني هذا التحدي بيكون اصعب لإلي. يلا هي سويت المرحلة الاولى. اوف انا ما قدرتش والله، خلينا احاول. هاي زي هيك. اي حاولي كتير. ولك لا تبكي. يلا هاي اذا انا ولد صغير سويتها من اول مرة، انت بنت كبيرة ما عم تعرف تعمل تعمليها. طب خلص يلا هاي نبدأ سويها. يلا هاي زي هيك. والله ما بدي انا العب يعني، انا بدي ارجع على المنزل، بدي اخذ سلاح السنايبر وبدي اقتل فيه. لا تستسلمي وخليكي قوية، يلا سوي هذا التحدي. يلا على السريع، ما بدي ايه هيك اندبيتي فتاة ضعيفة. اوف ليش هيك صار؟ ما بدي انا العب هاي التحديات. هداك الزومبي يعني بدل ما يكون صديقنا صار العدو تبعنا. طلعي هاي الصندوق هذا، اول ما نفتحه راح نخلص التحدي. يا سلام خلينا اسوي زي هيك وزي هيك. بوم 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 بوم، هينا راح نسوي هذا التحدي. يلا طيب خلينا نفتح الصندوق مع بعض. يلا. واحد اثنين ثلاثة. افتح الصندوق. اي